حكمت المحكمة وبإجماع القضاء حضوريا على المتهم هارون عبد الرحيم صفوان وغيابيا على المتهم إبراهيم دياب هارون بالإعدام شرط ربع الجزاء. مبروك يما يا صلاة النبي يا صلاة النبي، ايه الدخلة الحلوة داي؟ مبروك على ايه؟ مبروك يا بنتي يا رشيدة. عليه يا بيه هارون يما خد اعدام. الحديد ده صح صح ولا انت يعني بتنجمي؟ صح صح يما، ده انا لسه راجعة من المحكمة وسمعها في وداني الاتنين، فضلت المفتي وافق على اعدام هارون ولد ولد. الله اكبر الله اكبر. بس انت ما جبت لنا سيرة من النطق بالحكم النهارده. انا ما رضيتش حتى اكلم امك على الموبايل عشان اشوف وشها الزين وهي بتسمع الخبر ده. يا بنت كريم يا رب، يا هو ده يا بنت اللي انت جايباه؟ ادلشيها ادلشرباه من عينيا التنين يا ست الحاج. يا صلاة النبي يا صلاة النبي حبيبتي يما. يعني انت متأكدة ان هم هيعدموا هارون خلاص؟ لسان النقد، لكن ان شاء الله هيترفض ما فيهاش كلام، هيعدموه هيعدموه يما. تمام يا فندم، المسجون هارون صفوان. تعال يا هارون. بعد اذنك يا باشا خد راحتك. اتفضل. مين ده اللي جاي يزورني؟ ازيك يا هارون؟ مش ممكن، مش ناوي. ايه مالك زي ما تكون شفت عفريت يعني؟ انت طلعت ميت. انا طلعت من السجن بكفاله وان شاء الله هاخد براءه. الهم والباقي عليك انت. انا حتى سامع مفيش حد بيجي يزورك. حتى صفي ناظر. صفي ناظر اللي حرضتك ضدي وانت مسكت في ديلها. زي باك اهو مرمي في السجن ودايره بتكوش على تحويشة عمرك. حسابها معايا هيوجع 7 سير. بس ما اطلع لها. تطلع لها؟ يا راجل انت فاكر هتطلع من هنا الا على عشماوي؟ انت ايه اللي جابك يا شناوي؟ بص انا كنت ناوي ازورك من ساعه ما قبضوا عليك عشان اقول لك شد حيلك وحاجات من دي يعني، بس قلت استنى يبقى في خبر جميل كده اجيبه لك معايا. والخبر معايا اهو. مبروك عليك يا هارون. مبروك علي الاعدام طبعا. يلا خليك تحصل اللي سبقوك. فتحيه مراتك وخالها وغيرهم. عندك حاجه تانية عايز تقولها؟ اه في حاجه صغيره كده كنت جايبها لك معايا. انت عارف طبعا ما اقدرش اجي لك وايديا فاضيه، خصوصا بقى وان انت خيرك سابق. بص يا سيدي، دي بدله اعدام بس شيك، يا رب تطلع مقاسك. طيب بص بقى، انا كده اطمنت عليك. بس بجد حقيقي قبل ما امشي يعني ما نفسكش في اي حاجه قبل ما يعدموك. طول عمرك كلب ولا اسود.